فلما نقول إنه الفاتيكان اللي هي معقل، شو نسميها؟ معقل الشيطان، معقل الشيطان. ولما نقول معقل الشيطان؟ إنه لما يأتي المهدي وجيش المهدي في تلك الفترة، إحنا نتكلم عن حديث الصوف، يعني أهل المغرب سيكونوا من أعظم بنية جيشه للمهدي، اللي هم بدهم يفتحوا روما وتفتح بالتكبير. لما نقول تفتح بالتكبير إخواني، هذا يليق بإيش؟ يليق بالفاتيكان اليوم، لأنه الفاتيكان هي دولة منزوعة السلاح أصلاً، ما فيها سلاح. هناك أي نعم حراسة موجودة على البابا وعلى الفاتيكان وعلى الممرات، ولكن ما في عندها جيش ولا في عندها إشي عسكري ترد فيه حرب. هي تعتمد على إيش؟ على إيطاليا اللي بتحفظها إنه هي ترد الحرب عنها، وإيطاليا تعتمد على مين؟ على أوروبا كلها إنه هي تساهم في رد الحرب على الفاتيكان. فالفاتيكان يليق فيها إنها تفتح بإيش؟ بالتكبير، يعني بمجرد أن يصلها المهدي ويقول الله أكبر، تبدأ حيطانها تتحطم وتنهار. وأيضا هذا إخواني يليق عليها إيطاليا، إنه هي دولة يعني تجري المياه من تحتها ومنخورة ينخرها المياه، وهي آيلة للسقوط، ولربما يكون الوقت المناسب لسقوطها عند دخول المهدي. ففتح روما هو كناية عن فتح مين؟ أوروبا كلها، لأنه قلنا إن أوروبا تحمي، كل أوروبا تحمي إيش؟ إيطاليا، وإيطاليا تحمي مين؟ الفاتيكان، والفاتيكان في مين موجود فيه؟ الشيطان. حتى إنه إخوان ما نعلم من الأحاديث إنه لما يصل المهدي إلى الفاتيكان إلى روما، مباشرة يخرج الشيطان ويصيح ويقول في الجيش، جيش المهدي، شو بقول له؟ بقول له لقد خلفكم الأعور في ذراريكم. والأعور أصلا ما بكون يصل بيت المقدس، ما بكون يصلها. فيكذب الشيطان إبليس يكذب على جيش المهدي، على المهدي، عشان شو يسوي؟ عشان يلفت انتباهه من الحرب في إيطاليا في الفاتيكان لفين؟ لأشياء أخرى. لأنه أصلا غاية المهدي الابتدائية أنه يوصل لفين؟ لبيت المقدس. يعني أنه أحسن له، أنه أهم له؟ بيت المقدس أهم من مين؟ أهم من روما عنده، مع أن روما هي معقل الشيطان. إلا أنه مباشرة بمجرد أن يسمع إبليس والمهدي إخواني، ومن أعلم الناس بالشرع، يعني هو يعلم أن الشيطان بكذب، إلا أنه لا يعطي مجال أنه يكون في إمكانية صح أو إمكانية خطأ، فينتخب 10 فرسان من أفضل جيشهم حتى يخرجوا ويفحصوا إن كان الأعور فعلا وصل إلى بيت المقدس ولا لا. عندما يصل الفرسان 10 بيكون فعلا الدجال شو سوى؟ وصلها، يعني ما بيكون اصلا موجود فيها لما قال الشيطان لقد خلفكم الاعور في ذراريكم. ولكن لما تصل الفرسان 10 الى بيت المقدس بيكون الاعور ايضا وصلها وبدا بحصار. فيعود الخبر للمهدي انه ايش؟ فعلا بيت المقدس محاصره، ويحاصرها مين؟ الدجال. وشو بيسوي المهدي؟ يترك الحرب فين؟ في أوروبا كلها اللي أصلاً فتحت، ولكن يترك الجيوش، خلينا نقول اللي تبقت هنا وهناك، بتركها. شو بيسوي؟ بيحمي حاله لفين؟ يأتي لبيت المقدس. هلا كيف بدخل إلى بيت المقدس؟ لا نعلم، ولكن الإشي الأكيد إخواني، وهون بدنا ننتبه، وهي نقطة خلافية بيني وبين مجموعة من اللي بفسروا أمور آخر الزمان. يعني أنا بقول إنه المهدي يدخل إلى بيت المقدس وهي محاصرة. من اللي بحصرها؟ الدجال وجنده. ومين من جنده؟ بني إسرائيل. يعني يحال أن تكون بيت المقدس قد فتحت قبل هذا. هناك البعض يقول إنه بيت المقدس تفتح بمجرد بيعة مين؟ مجرد بيعة المهدي. يعني احنا هلأ في نهاية السنين اللي قلنا من 5 لـ 9، يعني المهدي امتى بوصل لبيت المقدس؟ في السنة خلينا نقول 5 أو 7 أو 9. هناك من يقول انه بمجرد بداية حياة المهدي تفتح بيت المقدس، وهذا كما قلنا وشرحنا في درس قبل عدة ايام انه لا يجوز انه احنا نفهم هذا الامر من فهمنا لصورة الاسراء، بالاخص القرآن الكريم، لأنه الله سبحانه وتعالى تكلم في
علوين لبني إسرائيل مرتبطين مع فسادين عظيمين، ولا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني يتكلم عن الأولى، بلاش بقول إذا جاء وعد الآخرة، يعني إن فتحت بيت المقدس هذا شو بده يكون؟ الفتح الأخير. عشان هيك لا يجوز إني أنا أعتقد إنه بيت المقدس ستفتح بمجرد أن تتم بيعة المهدي، لأنه إن فتحت شو معنى بده يجي المهدي يسوي بعد 5 سنين أو 7 سنين أو 9 سنين؟ ما هي مفتوحة، هي أصلاً مفتوحة. عشان هيك نقول إن الفتح الوحيد لبيت المقدس هو أصلاً مع مجيء المهدي لهذا المكان، بعد 5 أو 7 أو 9 سنين تفتح بيت المقدس. طبعاً الحرب الرابعة اللي هي حرب الدجال ويفتحها الله، ولكن احنا بنعرف من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ما راح تفتح بهذه السهولة، يعني سيعيش المهدي وأنصار المهدي وجند المهدي في بيت المقدس أصعب لحظات حياتهم، سيدخلوا في كرب وهم شديدين حتى يقولوا كما قالت الأنبياء متى نصر الله، يعني سيصل فيهم الحال إلى شدة وكرب عظيمتين جدا جدا. فلما يستيئسوا ولما يرفعوا أكفهم ويتضرعوا لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يتضرع لهؤلاء أو يستجيب لهؤلاء الصالحين الذين يتضرعوا لله عز وجل بالنصر، بأنه يؤيدهم بمين؟ بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فينزل عيسى على جناح ملكين في المنارة البيضاء في منطقة سوريا، ولربما مجيئه إلى هذا المكان يدل على شدة الكرب اللي عايشة فيها مين؟ إخوتنا في سوريا، ولربما كان كربهم أعظم من كرب المحاصرين مع المهدي داخل بيت المقدس. عشان هيك يأتي وتأتي البشرى أولا لمين؟ لإخوتنا في سوريا، إنه بينزل فيهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيت المقدس ويصل إلى هذا المكان، الله أعلم، إلى هذا المصلى، ويكون وقت الفجر ويكون المهدي قد أقيمت له الصلاة، يريد أن يصلي الفجر في من هم موجودين في هذا المكان، وتبدأ الناس بالتهليل والتكبير عندما ترى عيسى عليه الصلاة والسلام، ويبدأ المهدي بالتراجع حتى يفسح المجال لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أن يئم في الناس، إلا أن سيدنا عيسى يدفعه ويقول له لقد أقيمت لك. وهذا مصداق لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، منا أهل البيت من يصلي عيسى بن مريم خلفه. فهذه هي الحروب الأربع. من هنا إجابة لسؤالك، أنا توسعت شوي ولكن حتى أنه تعم الفائدة إن شاء الله، جواب لسؤالك إنه كل أوروبا تفتح في الحرب الثالثة مع المهدي، إلا إنه الفتح شماله ليس بفتح كامل، لأنه المهدي يترك هذه الحروب ويؤثر أن يأتي لفين؟ لبيت المقدس. لما يوصل لبيت المقدس شو بتسوي أوروبا؟ بتلم حالها من جديد حتى تعيد قتال مين؟ تعيد قتال المهدي، يعني بتجمع كل قوتها من أول وجديد حتى تقاتل المهدي، حتى يصلوا إلى الملحمة الكبرى، هم بسموها حرب مجدهم، أو اليهود بسموها حرب جوجو وموجو، يعني يعجوج ومعجوج. بغض النظر حرب جوجو وموجو، حرب يعجوج ومعجوج، حرب مجدون أو هار مجدهم، إحنا شو منعرفها بإيش؟ بالملحمة الكبرى في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما يقتل الأعور الدجال على يد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، تجتمع كل الخصوم في هذه المعركة وينتصر المسلمين فيها. وطبعا يبقى هناك من غير المسلمين، سواء نساء، أطفال، رجال، أسرى، من هؤلاء بيبقوا، فيخيرهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: انتوا شاركتوا باعتداء كبير على المسلمين واستحقيتوا القتل، يعني المفروض انه شو اسوي هلا؟ اني اقتلكم كلكم، هذا اللي موجود، فانا هلا في مرحله ان اقتلكم. هل هناك من يريد ان يسلم ويعصم نفسه بهذا الاسلام؟
فهناك من ينقلب لفين؟ للإسلام، والباقي شو بصير فيه؟ يقتل. يعني كل الدنيا لا يعود فيها إلا إيش؟ إلا مسلم. ولكن كما قلنا مش عارف درس الأمس أو أول أمس، قلنا إنه الغالب أن من دخل الإسلام مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام جزء منهم، والغالب إنه هذا الجزء كبير، إنما دخل الإسلام نفاقا حتى يعصم دمه من إيش؟ من القتل فقط لا غير. لذلك يكن مسلم ظاهريا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولكن على الحقيقة قلوبهم مريضة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهذا المرض يظهر من جديد ويعود إلى السطح ويطفو إلى السطح عندما يموت سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ولربما كان مك سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من لحظة عودته ونزوله من السماء حتى موته 40 سنة، هناك ما يشير من الآثار إلى هذه الفترة، فيجتمع لسيدنا عيسى عمرين، عمر عندما رفع إلى السماوات ومقداره 33 سنة، وعمر آخر عندما نزل من السماوات ومقداره 40 سنة، مع بعضهم أديه يصيروا 73 سنة. يموت عليها سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن يتزوج وبعد أن يحج البيت ويدفن بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك قبر فارغ بجانب الرسول في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام معد لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وينتظر حتى يأتي ويدفن فيه. فيموت سيدنا عيسى كباقي الناس، يوم ولدت ويوم أموت، يعني يموت كما يموت باقي الناس في الابتداء أو عندما رفع إلى السماوات، نسميها وفاة ولا نسميها موت. وتكلمنا إخواني في درس سابق أيضا عن الفرق ما بين الوفاة وما بين الموت، وأذكركم بقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فللإنسان وفاتين، عند الموت وفين؟ عند النوم. فسيدنا عيسى توفي ورفع إلى السماوات وهو في طريق العودة.